حي الزمالة في قلب مدينة بسكرة حي مميز عن باقي الأحياء بهندسة معمارية تصنع هدوءا دائما. حي الزمالة يتميز بأزقة ضيقة تنعدم فيها تماما حركة المرور، سكان الحي عايشين علاقة أخوية، علاقة متحبين مع بعضهم البعض. بالنسبة للتراث التقليدي كاين الديوان، فن الديوان هو المعروف، كل عام نعرضوا الناس يجونا من كل الولايات ونديروا الديوان ونديروا العشاء. ختم القرآن الكريم سنة أرادها ثلة من الأئمة أن تترسخ في مسجد الحي. قاسمهم المشترك أنهم تخرجوا جميعا من زاوية واحدة على يد شيخ واحد. احنا كتلة من الأئمة والمشايخ اللي قرينا عند الشيخ مولاي الحبيب في زاوية أضرار، هذه المرة الثانية اللي رانا نديروا في هذا اللقاء، والغرض نتاعو أننا نتلاقاو ونتزاوروا فيما بيناتنا، نقراو القرآن ونتناولوا وجبة العشاء ونواصلوا القراءة حتى صلاة الفجر. قراءة القرآن الكريم وحسب الراتب هي سنة حميدة توارثها أهل القرآن من أهل الجزائر، يعني كابر عن كابر، وهذا ما يثبت القرآن الكريم في الصدور. من كل حدب وصوب جاءوا لختم القرآن الكريم في مشهد روحاني يراد له أن يتجذر هنا في مسجد حي الزمالة في وسط مدينة بسكرة.